لنا فترة عم نسمع انه بده يصير في تحسن بقطاع الاتصالات، امتى العالم حتبلش تلمس هذا الشيء؟ اول شيء بدنا نفصل بين الموبايل والفيكست. على الموبايل اللي احنا معنيين فيه مباشره كالفا، التغيير صار من فتره، خصوصا لما بلشنا نركب كل شيء 4 جي بلس بكل لبنان، وهذا شيء خلصناه مش من زمان، يعني صرنا مغطيين تقريبا 92% من الشعب اللبناني بهالتكنولوجيا هيدي. على الشق الثاني اللي هو الفيكست، اللي هو يمكن بعد شوي الناس عم تعاني كسرعه وكدي اس ال، يعني هون في تغييرات عم تصير هلا حاليا على صعيد اوجيرو وعلى صعيد وزاره الاتصالات. هلا نحن مش موقفين هون، نحن مثل ما قلت انا اليوم وقلت باكثر من مناسبه، نحن حنخلص كل لبنان بال 4 جي بلس. موعدنا مع اللبنانيه بنص 2018 باول محطه بتشتغل بتكنولوجيا ال 5 جي رح تكون موجوده بلبنان وبشبكه الفا، رح نكون نحن من الاوائل بالعالم رح يعتمدوا على التكنولوجيا هيدي. بلس انه نحن مثل ما شفنا اليوم وشفنا من 10 ايام لما فتحنا الفلاج شيب ستور، عم نوصل لسرعات بعد ما حدا وصل لها بلبنان، عم نكسر رقم كل مره رقم قياسي اللي نحن عم نقوم فيه. الجمعه الماضيه عملنا 570 ميجا بت بالثانيه، اليوم فرجينا انه فينا نوصل ل 970 وشوي، على شوي وصلنا ل 1 جيجا بت بير سكند، واللي هو شيء كثير 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 متطور ومهم، مش بس بلبنان حتى كثير دول بالمنطقه وبالعالم. هذا الشيء نحن فخورين فيه. طبعا هذا كله بفضل الاستثمارات والتعاون اللي احنا نعمله بشكل يومي مع وزاره الاتصالات، واللي هي عم تكون الداعم الاساسي لنا بكل شيء عم نعمله.